تمام، الآن بنكمل إن شاء الله. بعد ما خلصنا آخر عام 2020 دخلنا الآن في عام 2021. طبعا كالعادة في 2021 في عنا 4 أشياء لازم نعملها. أولا لازم نثبت الـ declared and paid dividends، بعدين نثبت الـ reported income by the investee اللي هي كلمة، وثلاثة لازم نثبت الـ excess amortization على الـ يعني الاديشنال بيمنت اللي اندفعت اوفر البوك فاليو، وبعدين نثبت اذا كان في عندي ديفيرد جروس بروفيت مبيعات تمت خلال عام 21. بدايه حنشوف الديكلاريشن اللي صار على ديفيدنس في عام 21. طبعا لو رجعنا للسؤال مع بعض، نرجع السؤال هنا بيقول في عام 21 الشركة عملت reporting reported 40,000 net income و declared and paid cash dividends 12,000. طبعا يعني كأنه مطلوب منا هنا ان 12,000 هذا قيمة ال dividends declared، هي 12,000 طبعا حصتنا فيهم كالعادة 40%، يبقى بقول هذا ضرب النسبة تاعتنا بيعطيني 4800. القيد تبعنا أخذناه في عام 2020، قلنا بنكتب إحنا dividends dividends receivable طبعا، والطرف الثاني هو عبارة عن طبعا بنخفض الانفستمنت ان كين اللي هي انفستي يعني بمبلغ الايش 4800. طبعا هذا عملية استحقاق الديفيدنس بناء على الديكلاريشن. هنا عن تحصيلها، طبعا تحصيلها بيكون كاش زي ما انتم عارفين، والطرف الثاني بنسكر الريسيفبل، وبهيك بيكون احنا خلصنا من موضوع الديفيدنس اللي احنا خاصة بعام يعني خاصة بعام 21. طيب تعال نشوف المقطع اللي بعده. المقطع الثاني زي ما قلت انه بدنا نعمل اثبات للريبورتد انكم باي انفستي. طبعا لو رجعنا للسؤال قال لي في عام 2021 كلمن هو انفستي يعني عمل ريبورتنج لانكم قيمته، شايفين في 21 قيمته نت انكم، يبقى هنا عاملين نت انكم مش نت لوس زي 2020، ففي عندي 40,000 هنا، ففي عندي هي 40,000 نثبت الريبورتد انكم. وزي ما انتم عارفين ريبورتد انكم بزود قيمه الانكم فروم انفستي، وايضا قيمه الانفستمنت نفسه. عشان كده كنا هنقول هنا عبارة عن 40,000، وإحنا حصتنا فيهم كالعادة 40%، فحاصل ضرب 40% هذه الحصة بتاعتنا. وزي ما قلت توي إحنا بنزود قيمة الانفستمنت بناء على الريبورتد انكم، فبقول انفستمنت ان كينمان، والطرف الثاني إحنا زي ما انتم عارفين نثبت الانكم اللي شايب من الانفستي اللي بيقول عنه equity طبعا in Kinman income. تنسوش هذا حساب balance sheet وهذا حساب income statement بقيمة الحصة بتاعتنا اللي هي عبارة عن 16,000. تمام، الآن الجزء اللي بعده مطلوب منا نثبت زي ما تو حكيت في المقدمة، نثبت الـ excess amortization على الـ additional payment اللي عملنا acquisition على الـ investment share بتاعتنا، دفعنا مبلغ بزيادة. طبعا هذا أثبتناه في عام 2020، خلينا نرجع له في 2020. طبعا انحسب في 2020 لو أخذتوا بالكم، هيو هي الـ excess amortization في 2020، هي الـ building وكانت الحصة بتاعتها 1600، والثانية اللي هي الـ Royalty Agreement اللي هو عبارة عن اللي هو 1700، مجموعهم كان Total Excess Amortization 3300. دير بالكم هذا القيد بيتكرر سنويا
لحد ما يخلصوا ال10 سنوات تاعون، ال10 سنوات تاعون البيلدينج، بعدين بصير بس نرحل لل10 سنوات التالية، لأنه هذا 20 سنة اللي هم ال1700. فيعني هذا القيد حيتكرر سنويا لمدة 10 سنوات بالمبلغ كله هذا، لكن بعد كده حيتكرر بعد 10 سنوات يكون هذا خلص اللي هو الاكسس انوال امورتيزيشن خاص بالبيلدينج، بنكمل 10 سنوات اخرى لانه هذا 20 سنه للي خاصه بالريالتي اجريمنت. فاحنا هناخذ هذا الرقم ونجيبه للقيد تبعنا في عام 2021، لان زي ما قلت هذا بيتكرر لحد 10 سنوات. طبعا هذا الاكسس امورتيزيشن هو تخفيض زي ما قلنا للانكم، عشان كده كنت هقول انا ايكويتي اخذ الحساب هذا من هنا عشان الوقت، ويخفض الانفستمنتس اجيب هذا برضه من هنا، بس عكستهم، هذا بيخفض الانكم لانه هذا اكسس امورتيزيشن. طبعا بالمبلغ اللي تو اعطاني اياه لو اخذته بالكم هو 3300 اللي هو كنا حاسبينه في الخطوه هذه، تمام. وبعد كده بيضل علينا مين؟ بيضل علينا الخطوه اللي هي خاصه ب الجزء اللي عملنا له ديفيرنج، الجزء اللي عملنا له ديفيرنج في عام 2020 اللي هو الجزء من البضاعة اللي ما باعته الانفستي، وبالتالي كان لازم نعترف فيهم لأنه يفترض انباعوا في عام 21. عشان كده هنا بقول بنعمل ريكوجنيشن للديفيرد جروس بروفيت اللي جاي من عام 2020، لأنه احنا الآن يفترض انه بعناه في عام 21. طبعا الديفيرد جروس بروفيت كتبنا فيه قيد إذا بتتذكر، نرجع له نشوف قديش الديفيرد هذا. الديفيرد زي ما انتم شايفين ديفيرد جروس بروفيت في 20 هو عباره عن 2000، وهذا القيد تبعه انه احنا خفضنا الانكم وخفضنا الانفستمنت، عشان كده كنا هنجيبه هذا هنا ونحط هنا ال 2000 او نربط مربط بضرش هي ال 2000. وزي ما قلت بدنا نعكس القيد هذا لانه هذا يفترض ريكوجنايزد او ريلايزد في عام 21، عشان كده هيكون الحساب تبعنا نزود الانفستمنت بقيمه هذا الحساب ونزود الانكم، او لانه هذا صار ريكوجنايزد اللي هو هذا الحساب، يعني بنعكس القيد اللي كان في عام 20 بمبلغ 2000 دولار، تمام. وبعد كده ننتقل على المقطع اللي بعده اللي هو بده وقفه شويه.